مساء الخير على حضراتكم، شرفنا ومنورنا في الفيوم. مساء الخير على حضراتكم، مشرفينا ومنورينا في الفيوم. وعشان الوقت كده سريعا، يعني شرف ليا ان انا اكون معاكم، وبنرحب بيكم دايما كلكم في الفيوم. النهارده دكتور احمد السبعاوي حطيني في مهمه شبه مستحيله ان انا اتكلم بعد الدكتوره شيرين عبد الغفار والدكتور سامح توفيق، فانا عامل زي اللعيب الايه الياباني ده كده في الاولمبياد، كان بيلعب فرنسا، وشايفين طبعا ايه اللعيب الفرنساوي كان شكله عامل ازاي. نبدا كده بفزوره، كالدكتوره شيرين عبد الغفار قالت لنا السليبرتيز اللي ليفنج ويز تايب 1 دايابيتس، فمين واحد ومين اثنين؟ حد عارف مين رقم واحد ومين رقم اثنين؟ هي دي ممثله كده اسمها شارون ستون، وهي عندها تايب 1 دايابيتس، ومسخره جهدها او بتعمل فاند ريزنج علشان خاطر يلاقوا كيور لتايب 1 دايابيتس. اول مشهد كده هنشوفه، لو انا قاعد في جنرال بيدياتريك كلينيك وجالي طفل سك، لازم افكر كويس، ثينك توايس اكت توايس، لالا يكون الطفل اللي جاي لي ده هو الفيرست برزنتيشن اوف تايب 1 دايابيتس. طبعا الاثبات قالت لنا لقطتين كده، اول لقطه ان الانسولين تريتمنت شود بي ستارتد از سون از بوسيبل، وان انا لو اتاخرت في بدايه الانسولين ده هيحط ريسك ان الطفل ده يخش في دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. وقالت لنا كمان ان السيمتومز اوف دي كي اي ار نون سبيسيفيك، وبالتالي وانا قاعد في عياده الجنرال بيدياتريكس وجالي الطفل ال، لازم افكر كويس. لو جاي بالكلاسيك سيمتومز مفيش مشكله، لكن ربما يكون عنده ابدومينال بين ونوزيا وان اكسبليند، مش لاقي لهم سبب، فحط خط تحت ان اكسبليند، قد يكون دايابيتك. ربما يكون جاي برابيد ديب بريزنج وكلير شيست، وانا مش لاقي سبب للتكبني اللي عنده يطلع اسيدوتك فيطلع تايب 1 دايابيتس. وطبعا اي طفل جاي بتستربت كونشس ليفل، اي هاف تو ميجر الراندوم بلاد شوجر. اذا الالنس كان بي الفيرست برزنتيشن اوف دايابيتس. مين دول؟ حد عارف دول؟ دكتور حسام، دكتور عمرو ودكتور حسام يبقوا عارفينهم. يعني دول لعيب التنس كده، رقم واحد ده نادال، ورقم اثنين فيدرير، ورقم ثلاثة ده لعيب رقم أربعة على مستوى العالم، هو عنده تايب 1 دايابيتس وبياخد انسولين، وبرده ده بيدينا امل ان لا يأس مع الحياة. المشهد الثاني بقى اللي هنركز عليه النهارده، لو جالي في العيادة الجنرال بيدياتريك كلينيك طفل دايابيتك وجاي سك. طبعا في سؤال دايما بيسألوه الأهل، هو الأطفال اللي عندهم دايابيتس هل هم اميونو كومبرومايزد؟ الاطفال اللي عندهم دايابيتس هل هم مور برون تو انفكشن؟ والجايد لاينز قالت لو انا عندي اوبتيمال دايابيتس مانجمنت فالاجابه نو، هم مش مور برون. لكن لو انا عندي سب اوبتيمال دايابيتس مانجمنت فانا ممكن يكون عندي اولترد اميون فانكشن بكذا باث واي، واكون عرضه او ات ريسك فور مور انفكشن. يعني ايه سيك داي؟ بالاساس اللي بنتكلم عنه او اللي بنشوفه، لو في انفكشن، لو في فيفر، لو حتى بياخد فاكسينيشن في اليومين اللي بيبقى فيهم الفيفر. لكن مش بس كده، الجايد لاينز قالت ان كمان ديورنج او فولوينج السيرجيكال بروسيدور، لو في اي ميجور ستريس، لو في اكسيدنت او فراكشر، لو في ستيرويد انتيك، وحتى المنسترال بيريود في الفيميلز بيحطوها ضمن السيك دايز. وحتى الاثبات في 2022 قالت لو طفل سيلياك وخد جلوتين اليوم ده هعتبره سيك داي. ايه المشكله بتاع السيك داي؟ في معظم الحالات بيحصل انكريز في الكاونتر ريجولاتوري هرمونز وانسولين ريزيستنس، ده يعلي لي الراندوم بلاد شوجر. في حاله وحيده اللي هي الجاسترو انترايتس قد اكون ات ريسك فور هايبو جلايسيميا. ليه مهم ان احنا نتكلم عن المانجمنت اوف سيك دايز للطفل الدايابيتك؟ لان هو بيبقى مور ديفيكلت تو مانج الدايابيتس ميليتس في الايام دي. ممكن يحصل لي انكنترولد هايبر جلايسيميا وديهايدريشن، ممكن اتعرض لكيتوزيس ودايابيتيك كيتو اسيدوزيس، وممكن اخش في سيبير هايبوجلايسيميا في حالات الجاسترو انترايتس. بقلل الامباكت والكوست على الهيلث سيرفيس وعلى الفاميلي، بقلل الامرجنسي روم فيزيت والهوسبيتاليزيشن، ده بيتعاكس على الايكونومي. وفي الاخر القاعده العامه، الوقايه خير من العلاج. ايه الانسولين ريكومند دورنج ستيك دايز؟ اللي هي بقى الفيفر والانفكشن اللي بيعلى فيها الراندوم بلاد شوجر، ممكن تحصل في الانكوبيشن بيريود دورنج الالنس، وحتى بعد ما يحصل ريكفري بكام يوم بيفضل فيه انكريز انسولين ريكويرمنت. في حالات الكوفيد مكتوب ان هي ممكن تحصل فور دايز اب تو ويكس، ده انا بفضل محتاج انسولين ريكويرمنت عالي. الاثبات في 2022 كاتبه ان الانسولين دوز ممكن توصل ل 2.2 يونت بير كي جي بير داي في البيك انفلاماتوري ريسبونس. ايه القواعد بتاعه السيك داي؟ لو انا شفت طفل دايابيتك جاي لي العياده عنده تونسيلايتس اقول له ايه؟ اول قاعده بقول له ان انا لازم اجهزه او بريبير فور سيك دايز، لازم اعلم الامهات والابهات بدري، ما حدش بيتعلم العوم وهو بيغرق زي ما بنقول كده. طب بعلمهم امتى؟ وقت الدايجنوزيس انيوالي كل سنه، وكاتبين كده اوبورتيونستيكال، يعني لما تلاقي الطفل كده في اي مناسبه وتقدر تري ايديوكيت تاني ري ايديوكيت.
ومحتاجين قوي ان السيك داي مانجمنت بلان تبقى مع الاهلي، يا اما الكترونيك يا اما في ورقه مطبوعه، ما يبقاش جاست كلام. طب بعلمهم ايه؟ بعلمهم حاجات كتيره، من ضمنها المعلومه دي اللي كلنا عارفينها اكيد، ان انا بعتبر الفوميتنج هو ساين اوف كيتوزيس او انسولين ديفيشنسي انتل بروفن اذروايز. بعلمهم ازاي منتد السبلاي اوف كيتون مونيتورنج ستريبس، ازاي يتعاملوا مع الانسولين، يحفظوه ازاي، الجلوكاجون لو كان افيلابل، لو مركب بامب، الانسولين ديليفري تكنيكس. بشجعهم على الاميونايزيشن عشان يقللوا الانفكشن، اشجعهم ان هو يتواصل مع الهيلث كير تيم، اقول له امتى تعمل هوم مانجمنت وايه الحالات اللي انت محتاج تروح فيها المستشفى. طب يا ترى الفاميلي ايدوكيشن دي افكتيف ولا مش افكتيف؟ في 22 قالوا ان انا عملت انتنسيف تريننج ده هيقلل معدل حدوث الدي كي اي. الرول نمبر 2 واللي تقريبا كلنا واساتذتنا بيعلمونا ان هي اهم رول، نيفر كومبليتلي ستوب انسولين، اوعى توقف الانسولين وقت السيك دايز، ممكن تزود ممكن تقلل لكن اوعى توقف. والاثبات قالت ان اشهر خطا بيقع فيه الاهل واحيانا الهيلث كير تيم ان هم يقولوا ان الطفل ده عيان وما بياكلش، فوقف له الايه؟ فوقف له الانسولين. فبنقول للاهل نيفر كومبليتلي ستوب انسولين. الرول الثالثه مونيتورنج فريكوينت مونيتورنج للجلوكوز والكيتون مور فريكوينتلي عند الظروف العاديه، بقيس الجلوكوز كل ساعه لساعتين، الكيتون كل ساعتين لاربع ساعات. والجايد لاينز اكدت على ان لازم يكون في ادلت سوبرفيجن وقت السيك دايز، بلاش تترك الامر للطفل حتى لو كان ادوليسنت، لا خلي فيه ادلت سوبرفيجن. طبعا لو مركب سي جي ام ده هيساعدني كتير زي ما دكتوره شيرين قالت، والترند اروز هتساعدني ان انا ابريدكت التشينج في بلاد جلوكوز. البلاد كيتونز زي ما دكتور عمرو قال لنا مور بريفيرد عن اليورين كيتونز، ما عندناش في مصر البلاد كيتونز، عشان كده بناكد على الاهل طالما عندك شرايط الاسيتون في البول ما تستخدمهاش لو مفتوحه اكتر من شهر، اقفلها بسرعه، ولو تقدر تستخدم الانديفيديوالي فويل دراب ستريبس هتكون افضل. الرول الرابع بعد ما انا قست وعملت مونيتورنج هبدا ادجست الانسولين على حسب قياسي للجلوكوز وقياسي لل كيتون. الام بتاعي ان سكر يبقى من 70 ل 180 وقت السيك دايز، وان ما يبقاش عندي كيتونز ليس ذان 0.6 ملي مول او سمول او تريس لو بستخدم اليورينري ستريبس. الرول الخامسه ودي مهمه جدا، منتين الهايدريشن، ولو الطفل ده مش قادر يشرب كويس او يمنتين الهايدريشن لازم يسيك ايرجنت ميديكال ادفايس. البريفنشن اوف دي هايدريشن شود بي ا برايورتي، هو ليه بيحصل دي هايدريشن في وقت السيك دايز؟ الهايبرجلايسيميا والفيفر والاكسسيف جلوكوزوريا والكيتونوريا، كل ده ممكن يزود الفلويد لوسز. ما ننساش وفي اطفال كتير بتستخدم السي جي ام ان الهايبو برفيوجن من الدي هايدريشن ده ممكن يقلل الاكيورسي بتاع قرايات السي جي ام. الاثبات جايد لاينز كاتبه لو فوق 250 ادي كربوهيدرات فري فلويد بس ما تديش ميه، بس ميه والكترولايت. لو تحت ال 250 يو شود اد كربوهيدرات كونتيننج فلويدز. دي انواع الفلويدز اللي ممكن نستخدمها، عصير ليمون، شوربه خضار، شوربه فراخ، ممكن ال WHO RS، وهم حتى كاتبين الدوز بتاعتها من 4 ل 6 مللي بير كي جي بير اور او 100 مللي كل ساعه. الرول نمبر 6 عالج بقى الالنس اللي موجود عندك، هو عنده تونسيلايتس عالجه، عنده برونكايتس عالجه، عالجه زي بقى اي طفل تاني هيتعالج. وهنا في رسالتين، اول رساله اكدتها عليا استاذه الدكتوره منى ممدوح يا استاذتي، قالت لي اكد على النقطه دي، دونت يوز ستيرويد از انتي بايريتك. بنسمع كتير قوي الطفل سخن مولع نار راح المستشفى خد حقنه ايه؟ حقنه ديكساميثازون. فنتخيل بقى ان ده طفل دايابيتك وعنده انفكشن وفيفرش وراح المستشفى خد كمان حقنه ديكسا. كمان افويد قدر الامكان الاسترويد كونتينج اندي ايميتك، في بعض الحقن كده فيها سام سورت اوف ستيرويد، لو تقدر تو افويد وتستخدم الاوندانسيترون يبقى افضل. طب امتى اقول للاهل ده انتوا خدوا الطفل ده ودوه على المستشفى؟ لو التشايلد كونديشن ديتيريوريت، لو الفيفر بيرزيستنت، لو في ويت لوس، لو ديفيكلت تو كوميونيكيت وذ ذا فاميلي مش عارفين يفهموا التعليمات اللي بقول لهم عليها، لو التشايلد از فيري يانج اقل من 5 سنين مكتوب، لو ما عندهمش ريسورسز تو مانج الالنس ات هوم، مفيش انسولين، مفيش شرايط اسيتون، لو في كوموربيد كونديشن، الطفل ده داون سندروم، الطفل ده ايبيليبتيك، لو في ساينز اوف سيريس الالنس، لو في بيرزيستنت فوميتنج رغم المانجمنت مش راضي يقف، لو ان ايبل تو توليريت الاورال فيدنج، لو مش قادر امنتين البلاد جلوكوز فوق ال 70، لو وورسنج اوف كيتوزيس وكان عندي الجهاز اللي بقيس بيه، لو ابتدى يحصل ديتيريوريشن في النيورولوجيكال ستيتس، ولو العيان بقى اكزوستد او كونفيوزد. طيب انا بعمل ايه؟ انا باسس الطفل، لو عنده الحاجات اللي هتوديه المستشفى هوديه. طب لو في البيت بشوف الثلاث حاجات دول، لو نو كيتوزيس ليها باس واي، لو في كيتوزيس هعمل له مانجمنت بطريقه معينه، ولو في جاسترو انترايتس دي ليها جايد لاينز معينه. نشوف كده القسم المشترك الاعظم ما بينهم كله، انسولين انسولين انسولين، نيفر كومبليتلي ستوب الايه الانسولين، ادجاست موديفاي زود قلل بس اوعى ايه اوعى توقف. ازاي بنعمل ادجستمنت للانسولين بدون الدخول في تفاصيل؟ بثلاث طرق، يا اما على حسب وزن البيبي، يا اما بالانسولين سنسيتيفيتي فاكتور، يا اما بالتوتال ديلي دوز
ميثود لو انا عندي مايلد إلنس، السكر عالي بسيط ومفيش كيتوزس، هشوف الرقم بتاعي اقل من 70 مانج الهايبوجلايسيميا، من 70 ل 180 كمل عادي، ابتدى السكر يعلى هبدا ادي كوركشن دوز واعيدها كل ساعتين، عالي اكتر من 250 ل 400 هدي كوركشن دوز وممكن ازودها اب تو 20%، لو اكتر من 400 هزود اكتر، زي ما شايفين على اليمين كده فلويد 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 سواء شوجر فري او كربوهيدرات كونتيننج. وطبعا لو انا الالنس ده اكسبكتد انه يقعد كام يوم، بزود البيزل انسولين اللي هو اللونج اكتنج انسولين، او لو مركب البامب بزود التيمب بيزل من 20 ل 30%. طب لو انا عندي بقى كيتوزس، السكر عالي وقست بشرايط الاسيتون او بالكيتونز ان بلاد وفي كيتوزس، هشوف على حسب الليفل بتاعي، لو سمول تو مودريت او من 0.6 to 1.5 هدي كوركشن دوز. ابتدى الكيتون ليفل تعلى اكتر، هدي اجين كوركشن دوز، بس الكوركشن دوز هتكون ايه؟ هتكون اعلى. وصلت بقى ان انا عندي لارج يورينري كيتونز او البلاد كيتونز فوق 3 ملي مول، اي شود ريفير تو ذا هوسبيتال. طب لو واحد مركب بامب وفي كيتوزس، لا بقف بقى البامب لالا يكون في تكنيكال ايشو او في قسطره كاسيتر مسدوده او حاجه، وبدي الكوركشن دوز بالسرنجه او بالقلم، وانا ماشي ما انساش الايه؟ الفلويد انتيك. طيب في حالات الجاسترو انترايتس والهايبوجلايسيميا احنا قربنا نخلص، ما انساش بس المعلومه دايما اساتذتنا يقولوا لنا ان ممكن يحصل كيتون على سكر ايه؟ نورمال او حتى سكر قليل، يعني ممكن يحصل هايبوجلايسيميا ومعاها هايبر كيتونيميا اللي بنسميها ستارفيشن كيتوزس، وساعتها علاجها ايه؟ علاجها ان انا ادي كارب وادي ايه؟ وادي انسولين، لازم ادي انسولين ساعتها جنب الكارب. وطبعا ممكن اقلل الانسولين دوزس لو عندي هايبوجلايسيميا في حالات الجاسترو انترايتس، كقاعده عامه كاتبين ان انا ممكن اعمل 20% ريدكشن للبيزل انسولين، وممكن البولس اقللها 50% واديها بعد الطفل ما ياكل. طبعا ده جدول طويل عريض من الاثبات، مش هنخش في تفاصيله في حالات الجاسترو انترايتس، بس هنبص كده شايفين هما كاتبين ايه؟ فلويدز 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 فلويدز، وده يبين اهميه الايه؟ الفلويدز، ان انا ما اقدرش اوقفها. لو سكري تحت ال 90 يعني ناحيه الهايبوجلايسيميا، ممكن اقلل انسولين 20%، لو ابتدى يظهر كيتون هقلله اقل شويه 15%، لو لارج كيتون مش هقلل الانسولين خالص، بل بالعكس انا ممكن ادي اكسترا دوز. دي ريكومندد دوز فور ميني دوز جلوكاجون اللي بديها في حالات الجاسترو انترايتس والهايبوجلايسيميا تو بريفنت السيفير هايبوجلايسيميا. ده جدول كان موجود في الاسباد للاطفال اللي بيستخدموا الانسولين بامب، يعني ملخصه ان الطفل ده لو عنده كيتونز ولقيت فيه كيتون بوزيتيف، ساعتها يفضل ان انا اقف البامب واستخدم الطريقه الايه؟ الطريقه المانيوال، وادي البولس بتاعت السيك داي باي البن او السيرنج. التيك هوم مسج ان الالنس كان بي برزنتيشن او الفيرست برزنتيشن اوف دايابيتس، افري بيشنت از يونيك، الفاميليز والكير جيفرز ماست بي ادوكيتد اند سبورتد تو ديل وذ سيك دايز، فريكوينت مونيتورنج اوف بلاد شوجر اند كيتونز ايام السيك دايز. القاعده الذهبيه اللي بنتعلمها دايما نيفر ستوب الانسولين، مينتين الهايدريشن، وتريت الاندرلاينج كوز. وشكرا ليكم.